جيجل واحدة من الولايات الرائدة في إنتاج الزيتون في الجزائر، إذ تستحوذ على 45% من مساحتها الإجمالية المخصصة للزراعة، لكن الموسم الحالي عرف تراجع إنتاج هذه المادة إلى النصف. إنتاج ما يناهز 5 ملايين لتر من زيت الزيتون هذا العام مقارنة بالعام الماضي أين تعدى 10 ملايين لتر من الزيت. تراجع الاستثمار في هذه الشعبة واستعمال الطرق التقليدية في الجني وغيرها تضاف إلى العوامل الطبيعية التي أدت إلى تراجع الإنتاج والجودة، كما أن اعتماد الفلاحين على الأكياس في جمع الزيتون قبل التوجه إلى المعاصر يؤثر في جودته. الصناديق البلاستيكية تعتبر تجربة ناجحة يجب أن توزع على قطر ولاية جيجل، ويجب أن تستعمل أيضا من طرف فلاحين، وهذا لما لها من مميزات تسمح للحفاظ على جودة زيت الزيتون ومكوناته باش ما تديرش فيه الريحة، باش تجي قاعد رائحة الزيت فيها رائحة الزيتون مليح. والعام الجاي إن شاء الله بربي نزيدو نطورو شوية، نزيدو نجيبو شوية لكاس كبار شوية، باش كل واحد اللي يجيب سلعته يحطها في الكاس، حنا نستفدو إن شاء الله على النوعية. إعادة إنتاج الزيتون وزيته إلى سابق عهده بجيجل يتطلب اعتناء أكثر من قبل الفلاحين والقائمين على القطاع الفلاحي من خلال التشجيع وتوفير الوسائل الحديثة في العصر والجني.